طبعا دي حلقه او دي عناوين حلقتنا النهارده من خلال الثلاث تندات الاساسيه اللي هنتناول فيها الاخبار او المشاركات اللي موجوده سواء عبر الفيسبوك او تويتر وكل الصفحات الرسميه سواء للنادي الاهلي او حتى بعض الصفحات الرسميه للويب سايت والمواقع الرياضيه اللي مهتمه جدا سواء بشان النادي الاهلي او حتى الشان المحلي والشان العالمي. النهارده في الفقره الاساسيه معانا في بدايه الحلقه في حاجه اسمها ترند الترند. ترند الترند ده معلومه حصريه مش موجوده في اي وسيله عبر التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا او اي حتى مواقع او اي صحف خلال الساعات الاخيره. ترند الترند موجه لجماهير النادي الاهلي بشكل خاص عشان نطمنها سواء معلومه متعلقه بالنادي الاهلي او معلومه ممكن تهم الشان العام الرياضي في مصر وفي القاره الافريقيه. ترند الترند النهارده معلومه هتهم جمهور النادي الاهلي في المقام الاول وايضا كمان كل الجماهير العربيه اللي بتنتظر على احر من الجمر مباراتي نصف النهائي بين الاهلي والوداد والزمالك والرجاء، وهي متعلقه مين هيكون حكم مباراتي نصف النهائي في مباراه الاهلي والوداد والزمالك والرجاء. وقت ما تم اعلان ان المباريات هتكون في الفتره القادمه وتحدد ان المباراه ممكن تكون في ملعب محايد، على طول تصارعت السوشيال ميديا والكل اجتهد وكتب اسماء حكام كلها كانت غير صحيحه، لان مفيش اتحاد في العالم بيعين حكم قبل المباراه بشهرين او شهرين ونص. المده الزمنيه اللي بيتم ابلاغ الحكم بادارته لهذه المباراه قبلها ب 15 يوم او 21 يوم لاستعداد والتجهيز. لكن ترند الترند النهارده معانا هيشرح لكم ايه هي الاليه اللي على اساسها هيتم اختيار حكم نصف نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي والوداد والزمالك والرجاء. الاليه جديده على كل المشاهدين وهيبقى ترند في اللحظه دي لكل المواقع وكل السوشيال ميديا في مصر وفي المغرب. بمعنى تم تعيين مجلس خبراء تحكيم من قبل الاتحاد الدولي فيفا والاتحاد الافريقي خلال الفتره القليله الماضيه. هذا المجلس هيكون مسؤول مسؤوليه كامله عن اختيار 20 حكم محترف لكي يوقعوا تعاقد مع الاتحاد الافريقي لكي يكونوا حكام محترفين خلال الفتره القادمه. هؤلاء الحكام هو اللي هيتم اختيار ما بينهم حكام مباريات نصف نهائي دوري الابطال وكاس الكونفدراليه. طيب في السابق كان في لجنه او كان في شخص مسؤول عن التعيينات، هل مستمره بنفس الاطار وبنفس المعنى؟ موجوده بس بنسبه 50%، فيما معناه إيدي مايه عضو المجلس مجلس الخبراء مسؤول عن اختيار الشخص، لكن هل قراره قرار نهائي؟ لا، ده الجديد بقى. ايه الجديد؟ هيتم اختيار الشخص من قبل المسؤول عن التعيينات الحكم إيدي مايه، طبعا حكم دولي سابق وسبق لإدارة العديد مباريات في البطولات الإفريقية وحكم مشهور في القارة الإفريقية، ولكن هل قراره قرار نهائي؟ لا، هيتم عرض هذا الاختيار على مجلس خبراء التحكيم في حلقات أخرى هقول لكم مين هم مجلس خبراء التحكيم في القارة الإفريقية خلال الفترة القادمة. هذا المجلس له الحق بنسبة 100% في تعديل أو تغيير أو تأكيد الحكم المعين لإدارة المباريات الفترة القادمة، وشرط أساسي لاختيار الحكم أن يكون حكم من حكام الصفوة اللي تم توقيع معاه تعاقد احتراف ليكون متفرغ بنسبة 100% للتحكيم في القارة الإفريقية. هيتم وضع معايير لعدد من الحكام في الفترة القادمة، أهمها طبعا المعيار الفني، لكن في معايير أخرى عشان الحكم ده يكون حكم محترف. بعد كده مجلس الخبراء هو اللي هيختار طاقم التحكيم بعد عناية شديدة. طيب هل الأمر هيتوقف على كده؟ لا، مجلس خبراء التحكيم في الاتحاد الإفريقي هيكون في رؤية شاملة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عليه ويشوف اختياراته. لو في أخطاء جسيمة حدثت في المباريات هيتم استبدال هذا المجلس في أي لحظة من اللحظات. كل ده بيتم ليه؟ كل ده بيتم عشان التحكيم في القارة الإفريقية الفترة القادمة تكون فيه الشفافية والتحكيم بعدالة كبيرة في المباريات القادمة، وعشان ما يتكررش نفس الأخطاء اللي حدثت في النهائيات السابقة. طب البعض كان اجتهد وقال ممكن يكون بكاري جسامة، ممكن يكون فيكتور جوميز، حكام آخرين. طيب هقول لكم على مفاجأة قبل ما يتم إعلان حكام مباريات نصف النهائي، وده لسه في وقت طويل على ما يتم الاختيار، لكن حطوا في الحسبان المعلومة اللي جاية دي لأن على أساسها هيكون معيار في اختيار الحكام اللي هتدير مباريات البطولة الإفريقية. الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار بشكل مبدئي 6 حكام أفارقة للترشيح كحكام ساحة لمباريات كأس العالم 2022 في الدوحة خلال الفترة القادمة. الست حكام هم
ثلاثة من شمال إفريقيا، مصطفى غربال من الجزائر، رضوان جيد من المغرب، وأمين عمر الحكم المصري. معهم ثلاثة حكام أفارقة آخرين، ماجد نداي من السنغال، جان جاك ندولا الكونغولي، مملكة سيما الأثيوبي. وبالتالي بكاري جسامة ليس ضمن حكام الساحة المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم القادمة 2022. وبالتالي ست حكام اللي أعلنتهم الاتحاد الدولي اختارهم ليكونوا حكام الصفوة المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم من حكام الساحة. بمعنى أدق، لما تلاقي اسم بكاري جسامة مش من الستة ألف ب، هتلاقي مجلس الخبراء بيختار من الستة هم اللي يديروا المباراة. استبعد طبعا رضوان جيد، واستبعد أمين عمر، وهتلاقي في النهاية يا مصطفى غربال، يا نضاي من السنغال، يا ندولة الكنغولي، يا إما مملكة سيما الأثيوبي. في حكام فار ممكن يكون من ضمنهم جهاد جريشة، ممكن يكون من ضمنهم بكاري جسامة، الحكام اللي هم كانوا مرشحين دايما على طول في كأس العالم الفترات الأخيرة، لكن حاليا تم استبعادهم من حكام الساحة. وبالتالي مجلس الخبراء مع المعايير اللي هيحطها هيبدأ يشتغل على مجموعة معينة عشان تكون موجودة في نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال خلال الفترة القادمة.